مشاهدينا الكرام، أحييكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، نحمل لكم فيها قصصاً وحكايات عن المدينة وكذلك قضايا نناقشها ونطرح الحلول وشخصيات لها بصمتها في الإبداع. فأهلاً ومرحباً بكم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة جرح الحرب، تضحيات منسية. رأس عمران، جوهرة السياحة ومهد الجمال. ناشطة في عدن تكرس جهودها لمناصرة قضايا المرأة. نبقى الآن مشاهدينا مع جولة إخبارية سريعة استعرض فيها أهم ما حدث من نشاطات وفعاليات خلال الأسبوع. ناقش اجتماع موسع للسلطة المحلية والغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة المؤقتة عدن الصعوبات والعراقيل التي تقف عائقاً أمام تفعيل القطاع الخاص وتنشيط الاستثمار. وخلال اجتماع أكد القائم بأعمال محافظ عدن أحمد سالم ربيع علي حرص قيادة السلطة المحلية على تذليل كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه نشاط التجار والمستثمرين، خصوصاً ما يتعلق بالحركة التجارية وتبادل السلع عبر ميناء عدن. اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن أعمال الورشة الخاصة بتقييم مستوى أداء الجامعة الأهلية. الورشة شارك فيها وعلى مدى 3 أيام 45 مشاركاً من 22 جامعة، وهدفت إلى تفعيل دور الجامعات في تأهيل وتخريج كوادر متسلحة بالعلم والمعرفة من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم. جرح حرب عدن لعام 2015 باتوا بسبب حقوقهم الضائعة أو المنهوبة ينطقون بلسان إيليا أبو ماضي وطن النجوم. أنا هنا حدق، أتذكر من أنا؟ فهل يذكرهم الوطن ويعيد لهم بعضا من حقوقهم المسلوبة؟ ملف جرح الحرب واحد من الملفات التائهة في أروقة الجهات المعنية المتعددة، ما ترتب عليه حرمانهم من الحقوق وإبقاءهم خارج دائرة الاهتمام. عندنا جرحى إلى الآن ما أخذوا أبسط حقوقهم، فبفضل الله عز وجل ثم بفضل هذه الجمعية أظهرت حقوق الناس وأظهرت معاناة الناس وأظهرت أشياء كثيرة جدا. جرحى خرج يقاتل داخل الحافة، شباب خرج ثانوية عامة جامعة في معانا جامعيين، جرحى خرج يقاتل عشان أرضه وطنه أرضه، ما خرجش عشان فلان أو زعطان، ما كانش هذه المسألة موجودة، كان موجود هذونا حوثة دخلوا أرضي علي مقاومتهم وقاوموا، وكان 4 من 5 فارق قاموا على آلي واحد وجرحوا وتقطعوا. شفت كيف؟ ما فيش معه، أنت داري في معانا جرحى مشلولين معاقين فوق الفرشان مش لاقين يعني بلا عمل، أبوه موظف على 40,000 مش لاقين حتى حق الحفاضات، عاملين لهم فوط. منذ ما بعد تحرير عدن وما جاورها من المحافظات وجرح الحرب مغيبون عن دائرة الاهتمام الحكومي إلا قلة ممن حالفهم الحظ لتلقي العلاج داخل البلاد وخارجها بعد إجراءات مطولة تحضر معها المماطلة وتغيب عنها الرقابة. أثناء دخولنا لتحرير محافظة لحج في منطقة اسمها مزارع جعولة، خلف مزارع جعولة كان في حوثة واشتبكنا معهم، وأصبت بترة ساقي وشظايا في البطن متفرغة والحمد لله. قاومنا عندما أتوا الحوثة بعد فترة سقطت فور مكسر وشكلنا جبهة من جولت سوزوكي، فمن هناك بعد ما كانت طلق القضايا في الهاون تأتي إلى المنصورة بيوت نقوى مكاوي وعبد العزيز، فشكلنا مجموعة وحوالي قوامها 15 نفر، فدخلنا ب 14.5 ودبابها T-55 على أساس أنه نغزي من مكان القصف المطار. فالحمد لله تحركنا إلى قرب الإصدار الآلي، فهناك تم القصف علينا بالطيران بالخطأ، فيمكن أبادوا الكل ما عدا أنا وواحد، يعني يمكن 16 نفر أو 14 نفر. شظية أتت من طيران يعني تحت الأبط، ففي شيء هنا
لكل بني آدم اسمها ظفيرة، فهذه المركز الرئيسي لحركة الذراع الأيمن. فعندما أتت خرجت من هنا وأخذت الظفيرة كامل، فما أدت إلى يعني عطل الذراع الأيمن كامل عن الحركة. نتحرك الآن عبر جهاز وعبر الذراع هذا الأسود، جهاز هنا معي مزروع على ريموت هنا موجود، عبر جهاز أسود طارية عمرها يمكن 6 سنين، لكن على أساس أنه استعملها 12 ساعة في اليوم، لكن أنا استعملها 24 ساعة في اليوم. إذا وقفت يزيد الألم وتتخشب الذراع، فاستعملها، وكل ما استعملتها أكثر كل ما قلت سنينها. نيل المطالب غدا هاجسا يؤرق الجرحى ليضيف إليهم أعباء جديدة وفيهم المعاق والمشلول ومبتور الأطراف، ومن حياته مرهونة بعلاج ليس بمقدوره استكماله. أنا داخل رجلي حديد، الحديد هذا قال لي الدكتور سنة سنة ونص بالكثير لازم تجي عشان ننزعه منك، ولا بيدحل وبسبب لك قطع رجل. وفعلا صديق راحت رجولة التنتين، ما فيش حد يسفره، خلاص سافر مرة مع شلو في رجع في ناس فاعلين أجهزة داخل جسمهم، في إصابات ما تصورهاش ما تفهمهاش. ذراعي هذه ما تشتغل نهائياً، أعاني من ألم، أعاني من عدم حركة، أعاني، ونستل الاهتمام يشوفوا حالات حسب تقريراتنا، لا يزيدوا علينا ولا ينقصوا علينا. أتوا ناس يمكن والله للأسف الشديد ما عندهم جرح، بل أنه يمكن ابن قائد مقاومة أو ابن مسؤول أو ابن زعطان أو ابن فلتان، فتحصله موجود في الهند لا أكثر من 2 من 3 سنين، موجود في مصر أكثر، رايح واجي، وأنت الجريح الذي قاومت وأصلا عسكري وعندك خبرة عسكرية وخرجت لله عز وجل، سفرتك هذه وهي خلاص. فهذا يحز في النفس، ونحن منتظرين حتى لو تأتي 20 حرب نخرج برضه، ما في أي مشكلة. مع كل ما قدموه من تضحيات في سبيل الدفاع عن الأرض أثناء مقاومة الميليشيا الإنقلابية في العام 2015، يعيش جرح الحرب معاناة دائمة بما تبقى لهم من أجساد أثخنتها الجراح وأنهكها الألم. نرحب بالأستاذ ناصر أبو زكي رئيس جمعية جرحى عدن للعام 2015، أهلاً ومرحباً بك اليوم أستاذ معنا في هذا اللقاء. بداية تحدثنا متى تأسست جمعيتكم وما هي الدواعي التي جعلتكم تؤسسون هذه الجمعية؟ أولاً نرحب قناة بلقيس ونشكركم على تغذيتكم ووقوفكم مع الجرحى وإيصال معاناتهم للرأي العالم كامل. الجمعية تأسست في 19 أكتوبر 2017. سبب تأسيس الجمعية هو الظلم. بداية تأسيس الجمعية تم أثناء صرف معونة أكرمية الشيخ زايد رحمة الله عليه للجرحى والشهداء، معونة الكبش، كبش العيد وكسوة العيد طبعا. ذهب حوالي 2000 جريح إلى بير أحمد في جو غبار ورياح، وجدوا أسماء غير أسماء الجرحى، تقريبا 2000 جريح 2000 اسم طلعت أسماء غير جرحى، عسكر تبع جهات تبع وبعضهم غير عسكر. المهم 2000 جريح المبترين اللي فقد عينه مكفوفي، وجدوا لكم غير اسماء، يعني اللي شوفت هذه رفعتها جهه يعني بشكل عشوائي، وهذا مما ادى الى ظلم الجرحى. بعد ما روحنا من بير احمد تم استدعاء تقريبا 8 جرحى، واتفقنا على عقد اجتماع دخل بيتي هنا في المعلة، وناقش الامور كامل، وقلنا لابد من الوقوف ضد الظلم. إذا سكتنا على معونة الشيخ زايد يعني بشكل بدايته اعتبرنا سكتنا على الظلم تجاه الجرحى كامل. وتم الإعلان على قامة أول اعتصام في ثامن العيد الأضحى الماضي أمام المصافين، ومن يومها بدأت أظهار معاناة الجرحى، بدأت بعض الأصوات الفاسدة التي كانت ترهب الجرحى باسم الجرحى، وبعض السماسرة للأسف الشديد كانوا ينهبوا باسم الجرحى معونات وأغذية وكراميات. والحمد لله الجمعية وصلت إلى بعض الجهات واستجابت لبعض مطالبها. كم عدد المنتسبين إلى الجمعية؟ حالياً منتسبين في الجمعية 2500 جريح، لكن الجمعية لا تعمل للمنتسبين فقط، يعني الجمعية تعمل لجميع جرحى عدن أولاً بجميع معونات أدوية أي شيء ممكن توفره الجمعية تقدمه للجميع. أما بالنسبة لجهة العلاج، الجمعية تقدم العمل لجميع مرضى المحافظات المحررة، لح، أبين، الضالع، أبين، وبرضه في جرحى ممتاز
تعامل لهم قدم لهم كثير من الخدمات. إلى اليوم بعد 3 سنوات، يعني مرور قرابة 3 سنوات على حرب 2015، ما الذي قدمته هذه الجمعية لمنتسبيها وكذلك للجرحى بشكل عام؟ أهم شيء قدمته الجمعية أن أصبحت صوت مزعج لجميع الفاسدين، يعني أي جهة أو مسؤول يحاول ينهب أو يظلم الجرحى يعمل 1000 حساب للجمعية قبل أن يقوم بعمل زي كذي. ثاني شيء مندوبين العلاج في الخارج، يعني قبل تأسيس الجمعية كانوا براحتهم، كانوا أعمال عمليات سمسرة وظلم الجرحى وإهمال الجرحى، لكن الحمد لله الجمعية قدمت أول شيء صوت مسموع للجرحى لا للظلم. ثاني شيء قدمت حوالي ساعات إلى ترقيم 1280 جرحى عدل بالبدايتها، وبعدها تم فتح الطريق إلى ترقيم جرحى محافظة لحج وأبين والضالع، وحاليا بحوالي ربع الجرحى لم يترقموا، إن شاء الله بالكثير الأسبوع القادم سوف يتم ترقيم جميعا. بعد 3 سنوات من الحرب على عدن في 2015 لا يزال الفساد مستمر من سرقة حقوق الجرحى، ما الذي قدمته الجمعية إزاء هذا الأمر؟ لا يكفي فقط مجرد تخويف هوامير الفساد في هذا الأمر، لكن أيضا يجب إيقاف الفساد هذا الذي يحدث. بالنسبة للفساد ليس على الجرحى فقط، الفساد في على مستوى الدولة بشكل عام، وسبب الفساد هو سكوت الشعب. هذا وثاني شيء هو تعيين المسؤولين في المناصب غير مستحقين، يعني بدون كفاءات ما فيش أمانة ولا نزاهة. ثاني أهم حاجة الشعب، ما يكون الشعب ساكت على الظلم ساكت على الفساد مما يزيد الفاسد يتوسع أكثر. أما بالنسبة للجمعية من ناحية محاربة الفساد، الجمعية سلمية، خرج معتصامات مظاهرات، بدأت توصل كلمة وظلم الجرحى إلى مستوى الداخلي والخارجي، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نوقف الفساد ناحية الجرحى. وفي بداية الآن بداية فخامة الرئيس استجاب لبعض المطالب وتنفيذها، وسوف يكون الشهر القادم بداية الطريق إلى تنفيذ مطالب الجرحى بشكل عام. من هو جريح الحرب بالنسبة لجمعيتكم؟ كيف تعرفونه؟ جريح الحرب هو اللي اصطاب في من 2015، سواء كان في الجبهة أو كان جت القذائف إلى داخل منزله، سواء طفل أمراه أي جرح بشكل عام. هل لديكم إحصائيات عن عدد الجرحى في 2015 جرحى عدن؟ جرحى عدن لحد الآن اللي مقيدين في السجلات الرسمية حوالي 4500 جريح، وفي جرحى يعني زي ما يقولوا خارجنا لله ولم يقيدوا أسمائهم في أي جهة. لماذا لم يقيدوا أسمائهم؟ يقول لك إحنا خارجنا لله الحرب ولا نريد أسمائنا نسجلها ولا نريد جزال ولا شكر من حد. يعني ربما أوضاعهم المالية تسمح لهم أن يعالجوا أنفسهم؟ لا بالعكس، في بعض جرحى ما تحصلش حتى يصل وجبة عشاء، لكن أقول لك أنا جاهدت لله. وثاني شيء عدم الثقة، أقول لك أنا على سبيل المثال أنا لما عدت بالأردن العلاج كان يجينا في البيت أكثر من منظمات بسات، أقول لك جيب ملفك، جيب ملف، جيب ملف ملف مشان بجيب لك معونات، لحد لدرجة إنه أحد الجرحى فأعطانا فكرة، قال إحنا ننصح كل جريح يعمل آلة تصوير داخل منزلي. ليش؟ من كثر الملفات اللي كانت تطلب مننا. وللأسف الشديد في كثير مؤسسات اسمها مؤسسات خيرية تدعي أنها تقدم للجرحى والشهداء معونات وتسعين، ليش؟ للأسف الشديد هذه أقل 99% من المؤسسات هذه عملية نصب، نصب اسم الجرحى والشهداء، ولا ما قدموا شيء لا لأسول الشهداء ولا للجرحى. هل لديكم إحصائيات بعدد الجرحى الذي تم التعاون معهم ومعالجتهم، وكذلك عدد الجرحى الذي إلى حد الآن لم يتم معالجتهم ولا تسفيرهم؟ في بداية من 2015 الصندوق الملك سلمان والهلال الاماراتي وقفوا لعب دور كبير في معالجه الجرحى جميعا، لكن للاسف الشديد الى بدايه 2016 بدا الاهتمام بالجرحى الجفاف، اما جرحى 2015 يعني تقريبا ثلث تم علاجهم وتسفيرهم، اما البقيه الاغلبيه تقريبا لم يسافروا. السبب لماذا؟ الاهتمام كله تركز على جرحى الجفاف حاليا، والسبب الرئيسي في الاهمال هم قاده المقاومه، قاده الجفاف السابقين. يعني كل قائد مقاومة اهتم بنفسي وتحسين وضعي وذهب إلى منصب إلى مال وتخلى عن جرحى اللي كانوا معه في الجرحى. هؤلاء الجرحى الذين لم يتم تسفيرهم أو بالأحرى تم التخلي عنهم، ما هو مصيرهم الآن؟ والله للأسف شديد بعض الجرحى جرحهم وصلت إلى سرطان، والبعض وصل إلى البتر، والبعض الجرحى اللي وصل إلى فقدان البصر نهائيا، ولكن إن شاء الله بإذن الله تعالى في خمسة رئيس وعدنا بداية هذا الشهر يتم تسفير جميع الحالات التي لم تسافر من قبل، وإن شاء الله تتغير الهيكل حق من سابق، يعني مندوبين وسمسرة وتحويل العلاج في الخارج إلى زي ما حدث الأردن والهند إلى تجارة على ظهور الجرحى، إن شاء الله تغير هذا الوضع
وتم تشكيل لجنه طبيه تشرف شراب مباشر سواء في الداخل ولا في الخارج لمعالجه الجرحى. ما الذي قدمت لكم الحكومه؟ للاسف الشديد لم تقدم شيء. الحكومه لم تقدم شيء. لا حكومه قدمت شيء ولا اي جهه ولا اي منظمه قدمت شيء. في شخصين فقط اللي تعاونوا مع الجرحى وقدموا كثير يعني بشكل شخصي، هو الشيخ غسان العيسي صفر عدي كثير من الحالات على حسابه الشخصي، وايضا العميد علي الكود يعني قدم كثير خدمات للجرحى، وايضا قدم دعم لمستشفى بصيب وفتح حساب خاص للجرحى بعلاج بداخل مستشفى بصيب وعلاج مجاني في معونات لا داعي لذكرها. دور التحالف العربي كذلك في دعم الجرحى، هؤلاء الذين لم يسفروا هل الان لهم دور؟ انت ذكرت بانه كان لهم دور بعيد الحرب مباشره، ولكن اليوم ما هو دور التحالف العربي في دعم الجرحى؟ للاسف التحالف من بدايه الحرب يعني دعم الجرحى وقدم الكثير، لكن عبر مندوبين ووكلاء يعني سماسره للاسف الشديد تاجروا على ظهور الجرحى وشوهوا سمعه التحالف. يعني لا تقريبا اللي يوصل للمندوبين من التحالف اكثر ما وصل للجرحى، يعني تحولت تجاره القضيه. ولكن التحالف ان شاء الله في ملفات كثيره مركنه، زي على سبيل المثال مكتب الدكتور اشراق حوالي 1200 جريح مركنه ملفاتهم وجوازاتهم من تقريبا سنه ونص، والهلال الاماراتي وعدهم انه على التسفير على مراحل، دفعه اول ثاني ثالث الى ما الدفعه العاشره، حاليا الدفعه الرابعه سافرت قبل حوالي 8 شهور، الدفعه الخامسه قبل 8 شهور احنا ننتظر وعود الشهر هذا الشهر هذا الشهر هذا، ولكن تقريبا اغلب الحالات خسرت وعفنت وهم منتظرين الطائره الهلال الاماراتي متى سوف تعود الى عدن مشان تحمل الدفعه الخامسه. هل تم الحاق الجرحى بملف العسكريين؟ تم ترغيم جرحى عدن 1280 جريح وحوالي 900 جريح لا زالوا، الدفعه الثانيه ان شاء الله بالكثير خلال 10 ايام القادمه بيتم ترغيمهم، وحوالي 300 جريح اللي كانوا بالخارج في السفر لم يقدموا ملفاتهم ان شاء الله سوف يقدموا ملفاتهم ويتم ترغيمهم جميعا. هل لمستم بان هناك تمييز بين جرحى مثلا يكونون عسكريين وجرحى ليسوا عسكريين؟ لا، في تمييز بين الجرحى عبر المعرفه عبر الوساطه، في بعض الجرحى يعني عنده قائد كبير عنده معرفه يتم علاجه والرعايه به. في رايكم استاذ ناصر من هو المسؤول عن معاناه الجرحى؟ المسؤول الاول هو قاده المقاومه، هم تخلوا عن الجرحى، والمسؤول الثاني هي الحكومه، والمسؤول الثالث التحالف. حدثت تغييرات كثيرة لقادة المقاومة، يعني هناك مثل ما ذكرت هناك بعض الناس الذين عادوا إلى بيوتهم ورفضوا أن يعني يظهروا مرة أخرى أو ينخرطوا في المجال السياسي أو العسكري في هذه الفترة. قادة المقاومة اليوم الجدد بعضهم، هل عندهم خلفية عن عدد الجرحى؟ من هم الجرحى في عدن الذين شاركوا في الحرب أو الجرحى الذين لم يشاركوا لكن أصيبوا جراء مثلا قذائف؟ الكثير من قادة المقاومة الأصليين الحقيقيين في منهم من استشهد في منهم دخل البيت. في كثير من قادة المقاومة اللي الآن يظهروا في الشاشة هذول المتسلقين على ظهور الشهداء والجرحى اللي ظهروا بعد فيما بعد. أما بالنسبة لل هل لكم دور أنتم مثلا في تعريفهم عن الجرحى؟ من هم الجرحى؟ عددهم؟ الجرحى الحقيقيين الذين يحتاجون إلى تسفير أو على الأقل يعني تضعوهم في الصورة الكاملة؟ للأسف الشديد في نسبة قليلة من قادة المقاومة الذين ينظرون الجرحى، اما الاغلبيه من قاده المقاومه للاسف كله حتبحث عن مصلحته الشخصيه فقط. اليوم انتم ما هي مساعيكم الاخيره ازاء الجرحى وعلاجهم؟ ان شاء الله مساعينا الان هي تنفيذ توجيهات فخامه رئيس الجمهوريه وتنفيذ المجال بالجرحى، واهمها العلاج. الجرحى لحد الان في بعض حالات تسلطنت، وبعض حالات لو عرفت لك قصه في جرح اسمه الجرح مالك. الجرح مالك هذا يعني بنت طفله عمرها 3 سنوات اذا كانت الان بحتفه. إذا كان لها 3 أشهر حاليا تهرب من الغرفة نهائيا بسبب ايش؟ بسبب الجرح والرائحة النتنة التي ظهرت من الجرح. وفي جريح آخر تم إهمال علاجه في الهند وعاد لعدن وتعرض إلى بتر القدمين رجل كامل اسمه صديق توفيق. ردود أفعال الناس والجرحى خاصة إزاء هذا الإهمال الذي يلاقونه، كيف تفسرون أو تشرحون ردود الأفعال؟ للأسف الشديد الشعب ساكت وراضي بالظلم. إذا كان الشعب راضي على الخدمات عدم وجود الخدمات، تأخر الرواتب، فما بالك يعني ممكن حتى الجرحى أنفسهم يعني ساكتين عن حقوقهم؟ لا، الجرحى بفضل الله ثم بفضل الجمعية لما تأسس حاليا الجرحى يعني صارت الجمعية تمثلهم
ومنتظرين اشاره من الجمعيه. اول ما تعلن الجمعيه اي شيء كل الجرحى يوقفون معها، سواء فيها عبر مسيره، عبر اعتصام، عبر اي شيء. في رايك ماذا بيد الشعب من تغيير وهو يلهث وراء لقمه العيش بسبب ارتفاع الاسعار المتزايده، انقطاع الخدمات كذلك، ماذا بيده؟ يعني ما هي الخطوه الاولى التي يمكن ان يقوم بها من اجل اخذ اليد بالجرحى او معاونتهم؟ الخطوه الاولى هو الخروج للشارع، الخطوه الثانيه جميع الشعب يسحب اولادهم وابنائهم من الجبهات حتى يضغطوا على الدوله وعلى التحالف لاجل تحسين الخدمات. لابد اذا عادوا المقاتلين من الى بيوتهم سوف يهتم التحالف بتحسين الخدمات. هل مثلا هناك مساعي لصرف رواتب للجرحى؟ اخيرا تم صرف رواتب للشهداء وعائلات الشهداء، ماذا عن الجرحى؟ الجرحى الحمد لله تم ترغيمهم، تم صرف لهم رواتب، بس ان شاء الله ما يتحوش الراتب الى جمعيه يعني هكبه، يعني كل 3 أشهر 4 أشهر ان شاء الله يكون بشكل شهري مستمر. اليوم هل جمعيتكم لا تعنى بامور الشهداء ام فقط بامور الجرحى؟ لا للاسف الشديد فقط الجرحى، لكن اذا ربنا اراد توسعت الامكانيه حق الجمعيه صرت توسع للشهداء. اليوم ماذا بيدكم لكي تستمر هذه الجمعيه؟ انتم الان لا تمتلكون سوى وعود من الحكومه الشرعيه وبعض ايادي الخير التي تمد لكم من وقت الى اخر من اجل الجمعيه. إذا توقفت هذه الأشياء أو إذا ظلت وعود الشرعية مجرد وعود، ماذا بيد الجمعية لتستمر؟ شوف تخرج للشارع طرق سلمية، وهذا لما ينفع سلمية قد تصل إلى شغب، وهذا لما ينفع الشغب قد تصل إلى أشياء أخرى. ألا تخشون أن تتهمون بالخيانة، بالتحريض؟ هذا ما يحدث غالباً عندما يطالب أي أحد بحقوقه. عندما يكون الجريح فقد أغلب من جسمه، يعني فقد تنتر رجول، فقد صار مكفوف، فلا يخاف أن يكون ولا أي جهة تهمه بأي تهمة، لأن الجريح شبه ميت ولا يخاف من حد. أستاذ ناصر، لو تقدم لنا فكرة عن لقائكم الأخير برئيس الوزراء الأستاذ بن عبيد بن دغر. لا، بالنسبة لرئيس الوزراء تم استغابه حوالي قبل 5 شهور، وتم طرح عليه عدة أمور منها العلاج، لكن للأسف الشديد العلاج أفاد من العلاج بيد التحالف ولا يوجد بالدولة أي شيء. برضه طرح قضية إكرامية الملك سلمان للجرحى التي أعلن عنها في رمضان الماضي 10,000 سعودي، ثم تقلصت إلى 5,000 سعودي، ثم تم الصرف للشهداء ولم تم للجرحى، فتم طرح الموضوع على رئيس الوزراء، فأفاد رئيس الوزراء أن الموضوع الإكرامي بيد نائب رئيس الجمهورية وليس له صلاحية أن يؤمر على رئيس الجمهورية. وأنا أحب أن أوجه رسالة من هنا عبركم إلى نائب رئيس الجمهورية، نرجو الإفادة حول إكرامية حق الجرحى 5,000 سعودي، أين ذهبت وما هو مصيرها؟ وتم اللغاء من في جهة رئيس الجمهورية، تم تكليف نائب الأمين العام لمجلس الوزراء الأخ حسين منصور، وتم استدعائنا، تم اللغاء في قصر المعاشيق بحضور وزير الصحة ونائب رئيس الأركان العامة ومدير دائرة شؤون الأفراد ومندوب الشهداء والجرحى في عدن والدكتور إشراق وكثير من المسؤولين. وتم مناقشة جميع الأمور ومطالبة الجرحى، وصراحة وجدنا تجاوب وإحراز حرص شديد من الأخ الأمين العام حسين منصور على تنفيذ جميع مطالب الجرحى. وأنا أشكر الأخ حسين منصور على موقفي، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يتم تنفيذ جميع أوامر الرئيس وتوجيهاتي بتنفيذ مطالب الجرحى كامل. وسوف يبدأ العمل خلال الأسبوع الماضي القادم إن شاء الله، عبر خصوصا أهمها العلاج، عبر تشكيل لجنة طبية سوف تتم هذا المقترح. انا من طبعا انا اطرحه، ليش؟ من علل الفساد والسمسره اللي حدثت في الهند والاردن، احنا سوف نقترح تشكيل لجنه، يعني ممكن من 2 دكتورين فقط يكون عبر يسافروا مع الجرحى ويحلوا قضايا الجرحى واستكمال على الجرحى، لانه من للاسف الشديد من السابق في الاردن ولا في الهند كان يتم التعاقد مع مستشفيات، يعني على سبيل المثال الجريح علاجه ب 50,000 مثلا روبيه، يتم التعاقد على 50,000 روبية يعالجوا ب 25,000 روبية، و 25,000 روبية تذهب إلى جيب السمسار أو المندوب. ذكرتم أستاذ ناصر بأن هناك العديد من الجمعيات التي تعنى بشؤون الجرحى، ولكنها جمعيات يعني كاذبة فقط، الموضوع الأصل منها فقط هو التنفع والتكسب. ما الذي يجعل الحكومة الشرعية تثق فيكم أنتم كجمعية دون غيركم؟ الحكومة وثقت فينا لأننا خرجنا من الظلم، لأننا جرحى. أذكر رئيس الجمعية معوقة اليدين، والأمين العام مبتور الرجل، ومدير مكتب رئيس الجمعية بدون كتف، ومدير الإدارة الجمعية معوق الرجل، ومدير التوثيق بدون كتف، يعني ومسؤول الرغابة بدون فك كامل منتهي، يعني جميعنا معوقين، جميعنا معوقين، ومن الجرحى نفسه.
وما يحس بمعاناة ألم الجريح إلا لما ذي يكون جريح نفسه. نعم أستاذ، رسالة أخيرة تقدمونها للحكومة الشرعية أو إلى من يهمه الأمر؟ ندعوهم إلى أن يخاف الله واتقوا الله في الجرح، أن الحياة لن تدوم لهم والدنيا فانية. أرجو أن يعمل الله في الجرحى وأسر الشهداء، أيضا أسر الشهداء مظلومة ظلم شديد، أسر الشهداء مع يعني معرض الظلم الشديد، في بعض أسر الشهداء لا توجد قوت يومها. من هنا نرجو الاهتمام بأسر الشهداء وفي الجرحى بعلاجهم ورعايتهم، أيضا الرواتب الجرحى 60,000 عندما يتم السويت جريح معوق فقد رجوله، فقد رجوله 60 أو مكفوف، يعني 60,000 يساويه بجندي قادر على العمل، هذا ظلم. إن شاء الله يتم ترقية الجرحى وأسر الشهداء رفع رواتبه، وإن شاء الله يسهل رب. إن شاء الله. إن شاء الله. الأستاذ ناصر أبو زكي رئيس جمعية جرحى عدن للعام 2015، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. شكرا لكم، نشكر قناة بلقيس على اهتمامها وموقفها في وقوفها مع الجرحى، شكرا لكم. تمثل حلقة وصل تربط عدن بثلاثة محافظات لحج وتعز والحديدة، بين شريط ساحلي ممتد من خليج عدن إلى البحر الأحمر. إنها رأس عمران المستلقية على الرمال بكل جمال وروعة. أينما امتد بك البصر إلى الغرب من عدن باتجاه البريقة، لا تنتهي معه متعة النظر إلى الطبيعة الآسرة. وكلما توغلت في مناطق الأطراف أيقنت بوجود تضاريس يندر تنوعها بهذا الإبداع والجمال. منطقة رأس عمران تمتاز بشواطئها الجميلة وكثبانها الرملية الناعمة، وتبدو كفاتنة مستلقية في أحضان الرمال تستقبل البحر، وتتكئ على جبال بركانية تحيط بها من جهات ثلاث. هذه المنطقة الساحلية ضمن المناطق النائية في عدن، وتبعد عن مركز مديريتها نحو 28 كيلومترا، ولا يتجاوز سكانها 3500 نسمة، جميعهم يعملون في صيد السمك كمهنة متوارثة منذ القدم. ومناخها البحري اللطيف صيفاً جعل منها وجهة سياحية يقصدها الزائرون سنوياً من داخل عدن وخارجها، يجدون فيها بساطة التعامل وكرم الضيافة رغم قسوة العيش ومحدودية الدخل. عمران مقومات جذب سياحية فريدة، فهي محمية من الرياح بسلسلة جبلية، وتحيط بها عدة جزر بحرية تمثل تضاريسها بيئة خصبة للأسماك النادرة وعدد من الأحياء البحرية كالبحار والسلاحف. رأس عمران بخصوصية فريدة وأهمية استراتيجية لكونها تمثل حلقة وصل تربط عدن بمحافظات لحج وتعز والحديدة عبر الخط الساحلي الممتد من خليج عدن إلى البحر الأحمر، ولقربها من مضيق باب المندب أحد أهم الممرات المائية في العالم.
منطقة رأس عمران من البحر الأحمر وامتلاكها شريطاً ساحلياً يمتد حتى باب المندب أكسبها طابعاً إيجابياً فطن إليه الإنجليز إبان احتلال عدن، فاتخذوا من المنطقة مركزاً لمراقبة السفن الشاقة طريقها في عباب البحر. منذ ما بعد استقلال جنوب اليمن عام 67 وحتى اليوم لم تلقى منطقة رأس عمران الاهتمام الكافي من قبل الحكومات المتعاقبة عدا مدة زمنية قصيرة من حقبة ثمانينيات القرن الماضي، أولت فيها الحكومة آنذاك اهتماماً محدوداً بالصيادين فوفرت لهم معدات الاصطياد تحت مسمى التعاونيات السمكية وأنشأت مصنعاً للثلج يحفظ المنتوج السمكي قبل أن يتوقف ويؤول إلى خراب. مهما تقدم بها الزمن تبقى رأس عمران محتفظة بثروتها وبخصوصيتها السياحية وحيويتها الحاضرة في تفاصيل الطبيعة الآسرة، حيث تكتسي جزرها برمل ناعم وهواء عليل يجد فيه الزائر راحة البال ومتعة الاستجمام. عيدروس تربت وترعرعت بين أحضان القانون، فغدا مصدر قوتها وقدرتها على الانخراط بالمجتمع كناشطة مجتمعية متميزة. نشأت هبة علي عيدروس في بيئة قانونية مليئة بالثقة التي دفعتها دوماً نحو الإنجاز وتلمس الطموح اللامحدود، فحصلت على درجة الماجستير في مجال القانون الجنائي وهي في صدد الحصول على شهادة الدكتوراه، فالقانون ومواده بات مادة الحياة بالنسبة لهبة عيدروس. نشأة كانت عندي مساحة من الحرية ومساحة من الثقة، هي اللي مكنتني أن تكون عندي الشخصية المستقلة من بدري يعني. والدي كان قاضي في عدن ثم محامي نقيب محامين إلى 90 900 ألف، وعمي كان برضو كمان خريج قانون دكتور بروفيسور في القانون الدولي، فكان هذا هو رصيدي ومنطلقي القانوني والحقوقي السابق، فأحس أني وجدت في هذه البيئة وانتمي إليها. في العام 2013 انخرطت هبة عيدروس في منظمات المجتمع المدني وتمثلت انطلاقتها في الدفاع عن المعالم الأثرية في عدن، وأسست في سبيل ذلك منظمة سواسية للدفاع عن مدينة عدن وحقوق الإنسان فيها. بدأت منظمة سواسية لحقوق الإنسان في 2014 بعد اهتمامي في جانب قضية معبد جين، كان عبارة عن إهمال جانب منظمات المجتمع المدني، الجميع يهتم بالإنسان بينما مدينة عدن مهملة من الجانب الموروث الثقافي، لحملة كانت تقوم بتدمير الموروث الثقافي وإظهار ثقافة أخرى، فكان الاهتمام بداعي لاهتمام أو بحقوق الحقوق الثقافية، فكانت هذه النشأة كبداية، وكان طبعاً مجموعة أفكار كيف ندافع على حقوق الإنسان وكيف، فبدأت هذه الفكرة إنه لقيت برضو دافع وتحفيز من أستاذتي الدكتورة اسمها العلس، فكانت هي محفزة الأول اللي أدخلتني منظمات المجتمع المدني وفهمت على يد الأبجديات. تجد في غياب العمل المؤسسي للدولة والأوضاع الأمنية الحرجة صعوبات كثيرة في مناصرة قضايا المواطنين، لكن ذلك لن يقف أمام رغبتها في مد يد المساعدة والعون لكل من يطلبها. في الجانب الحقوقي موجود الصعوبات سواء كان في الحرب أو في السلم، فنحن بجو حرب الآن والصعوبات طبعاً كثيرة في ظل الضعف
المؤسساتي لعمل المؤسسي في الدولة. جانب الأمن نوعاً ما في صعوبات في التعاطي معه، صعوبة الحصول على المعلومة. في كمان الجانب الآخر إنه تتعرض لممكن تكون مستهدف في حالة في مرحلة الاغتيالات، في مرحلة حالة الوضع والفوضى تأثر طبعاً على الراصد أو الحقوقي بشكل عام. إن شاء الله حالياً أحاول أفكر في إن إحنا ننشط في جانب المرأة وحقوق المرأة وحقوق الطفل، خاصة إن أكثر المرأة أكثر تضرراً في الحروب، والآن المرأة والطفل في ظل كمان التشريعات الضعيفة تحتاج إلى حملات مناصرة، إلى دعم ومساندة في هذا الجانب. تؤكد هبة عيدروس على ضرورة أن يدرك الجميع الأهمية التي تمثله منظمات المجتمع المدني ودورها في الحياة، وتشدد على ضرورة تعزيز الثقة بين المنظمات والمجتمع لضمان أداء فاعل للمنظمات ومناصرة جادة للحقوق والحريات. الثقة ما بين المنظمات المجتمع المدني والمواطن موجودة ولكن بتفاوت، فنجد أن بعض المنظمات تكتسب ثقة لدى المواطن وبعض المنظمات لا تكتسب هذه الثقة، أو أن الثقة أقل درجة منها بسبب يعود إلى الأنشطة والاستهدافات التي تتم أو السياسة التي ترسمها هذه المنظمة في التعامل مع والتعاطي مع القضايا ومع المواطنين. لابد أن تكون منظمات حقوق الإنسان محايدة، لا تسمح بتوظيفها توظيف سياسي، أن تكون مؤساساً لخدمة الإنسان وحقوقه. والجهات نطلب كمان من الجهات الأمنية والجهات القضائية وأي جهة أخرى ذات علاقة أن تستوعب فكرة العمل الحقوقي، وأن تكون غير متحفظة في إعطاء المعلومة الصحيحة، لأن في النهاية نحن هدفنا الدفاع والحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته. تأمل هبة عيدروس في الأيام القادمة أن يصبح المواطن الهم الأول للحكومة ولرجل الدولة أياً كان منصبه ومكانته، فالوطن يعيش فترة صعبة تتطلب التضحية من الجميع دون استثناء. مرحلة الحرب وما بعد الحرب في كل الدول تعاني منها، ولكن بالنسبة لي أقول إن شاء الله يعني إن يكون في أمل في اليوم القادم أو في الأيام القادمة، مش في الأيام وإنما في الفترة القادمة أو في المرحلة القادمة، في ظل الأعمال المستمرة. ولكن نتمنى إن القيادات السياسية أن تنطلق من منطلق إن هذا المواطن يعاني، وأن القضايا السياسية العالقة لابد من حلها، لأن هذا الدولة أو هذه المواطن أو الشعب بحاجة إلى سلام. انهكت الحروب وتضررت فئات كثيرة مختلفة من المواطنين، فبالتالي الجميع ينشد السلام، ومن أجل السلام لابد أن تقدم التضحيات من قبل القيادات السياسية. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، في أمان الله.